مساء الخير، معكم سهيلة معلم. أنا نقوم بدور جميلة في فيلم القصير الطيارة الصفراء للمخرجة صباطة هاجر. هذه أول مرة اللي حنقوم فيها بطولة مطلقة. إن شاء الله يخرج الفيلم شباب ويعجب الجمهور. ما حاش نحكي بزاف على الدور، يعني نفضل أن الجمهور يكتشفوا في قاعة السينما إن شاء الله.